اول حاجه حمرنا لسان العصفور لوحده على جنب، ماشي. وبعدين خدت لسان عصفور اللي اتحمر كده لوحده، وبعد كده في الحله هنزل بشويه زيت، ماشي، وهننزل ببصله مفرومه، بسم الله كده، مش كتير، احنا بنعمل شويه صغيرين خالص، يعني دي كمان نص بصلايه. وهي بقى بتتحمر كده هروح واخده معاها فص ثوم، فين فين اهو، ادي فص الثوم مع البصله كده مع بعضيهم كده يا سمر، زي ما انت شايفه كده. هنزل بقى بلسان عصفور اللي انا محمراه لوحده الاول، اشوحه كده مع البصله والتومه، وبعد كده هننزل بعصير طماطم، بسم الله. ولازم لازم لازم نزود ميه خفيف كده على ما لسان العصفور ياخد غلوتين، هتبص اللي هي ابتدت تتقل، وبعد ما نحط الكبده بالرده، الرده هتخلي قوامها برده يتقل اكتر، بس من غير ما تختم. هحط شويه شطه، وممكن تستغني عنهم لو عندك اطفال هياكلوا من السلطه دي، شويه شطه، وهنحط كمان كمون وكزبره، ادي شويه كمون وادي شويه كزبره، ما تاخدش طبعا ولا بهارات ولا السبع بهارات ولا الكلام ده خالص. وهناخد كمان شويه سكر كده صغيرين، حوالي ربع معلقه، وبعد كده الملح والفلفل الاسود، وشكرا. نوطي عليها النار ونسيبها لسان العصفور ده يستوي براحته ويعيش، مش اكتر من كده. زودي شويه الفلفل الاسود، بيدي طعم حلو قوي. بس يا ستي وخلصت كده معانا، هقطعها كده، بسم الله، وقطعها بقى ايه قطع عشوائيه كده، حته صغيره حته كبيره زي بتاعه بره بالظبط. هنزلها على لسان العصفور كده زي ما انتم شايفين، طريه خالص. عايزه بقى تزودي الشطه، عايزه تحطي قرن فلفل حامي، عيشي براحتك.